بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرنا أن نجدد بكم اللقاء في برنامجكم في مكتبة عالم. في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى ندخل باب مكتبة عالم ومؤرخ. المؤرخ هو الذي يضع القواعد الكبرى لكل مدينة ينتمي إليها، والعالم كذلك هو الذي يجتهد في إطار معرفة علوم الشريعة الإسلامية أو غيرها من العلوم. هذا اجتمع فيه أنه عالم ومؤرخ مدينة فيجيك ونواحيها وقصورها وجمالها وكل ما يتعلق بهذه المدينة. إننا مع فضيلة العلامة في مكتبته نستشرف جمالية هذا العالم من خلال مكتبته. فضيلة العلامة محمد بوزيان بن علي، فابقوا معنا. فيجيك بقعة ساحرة، غابة نخيل، كل من حل بها يقف وقفة تأمل وإعجاب. مساجدها وأبراجها وقصورها القديمة تعبر عن حضارة متميزة. تعد فيجيك من أعتق المدن بالجهة الشرقية، تقع على مشارف الحدود الجزائرية، تحيط بها سلسلة من الجبال، حاجز طبيعي ساهم في استمرار الحياة في محيط جاف. تتشكل المدينة من مجموعة من القصور، ستة منها تكون تجمعا سكنيا واحدا لا يفرق بينها إلا الأسوار وأبراج الحراسة. لا يكاد يخلو أي قصر من مسجد وكتاب قرآني، مساجد تعكس بساطة المعمار الفيجيكي، لا يخلو من لمسات جمالية بديعة. استمرت فيجيك بأحباسها المتعددة الأوقاف، فيها ما هو خاص بالحزابة، أي حفظة القرآن الكريم وإيواء الطلبة وإطعامهم، وفيها ما هو خاص بشهر رمضان والمولد النبوي الشريف، بل وحتى بعابري السبيل. أحباس شاهدة على العمق الديني والعلمي لهذه المدينة العريقة. من مظاهر هذا العمق هذا الكتاب القرآني بقصر المعيز، أحد أعرق قصور فيجيك. فيه تتولى جمعية الفتح تلقين النساء القرآن الكريم والعلوم الدينية. بجانبه ينتصب مسجد سيدي عبد الجبار، شخصية علمية فذة، عاش في القرن التاسع الهجري، رائد نهضة فيجيك العلمية والثقافية. من مكرماته هذه الخزانة، سماها دار العدة، اسم له دلالة بليغة، وكأن الشيخ أعد العدة لشن الحرب على الجهل. الخزانة صرح مميز استمرت في منافسة أشهر مكتبات الحواضر العلمية كفاس ومراكش. تراث غني وعريق، يعمل المجلس العلمي بفيجيك على إحيائه من خلال دعم الأعمال الجمعوية لأبناء المنطقة. الحديث عن مدينة فيجيك وأعلامها وما يتصل بثقافتها وحياة العلماء فيها الاجتماعية والسياسية والدينية قبلها حديث شائق، لأن فيجيك لا تعتبر هذه المدينة التي نعرفها الآن فقط بين تلك الجبال وبين تلك الفجاج التي بها سميت، ونحن نعرفها مدينة اسمها باللغة أو باللهجة المحلية إيفيي أي إيفجج. وبما أن الياء والجيم والشين والضاد تتداول في اللغة العربية وفي غيرها من اللغات، وخصوصا لهجة الشلحة عندنا في فيجيك إيفيي، فإننا نعني بها تلك القصور الكثيرة التي كانت تشتمل عليها على طول وادي زوزفانة الذي يعد من تلك
الأودية المهمة جدا في هذه الناحية الثورة، وهو الموازي للدورة في الجزائر. وبما أن هذه القصور الكثيرة متصاقبة ومتجاورة وهي تضرب في أعماق الصحراء لا نعرف عنها شيئا الآن، ولكنها كانت تعد في الحقيقة من فيجيج، وبقي منها القريب الآن بني والنيف وهو من قصور فيجيج، وكذلك إيش التي يعرفها الناس الآن، ونحن نعرفها أيش بالهمزة والياء والياء والشين إيش، كلها تعد من قصور فيجيج بلغتها أو بلهجتها وما يتصل بثقافتها وعاداتها وتقاليدها وما كان فيها من مجريات الأمور إلى حد الساعة. تعود الإرهاصات الأولى للحركة العلمية بفيجيج إلى الأشراف الأدارسة، وفي عهد الموحدين تتحدث الأدبيات عن العالم أبي حامد الفيجيجي صاحب مفيد العوائد في خير الفوائد، ألفه في القرن السادس الهجري، لا يزال مخطوطاً في بيترسبورغ بروسيا. في عهد المرينيين نشأت حركة علمية واسعة لم تخفت جدوتها إلا مع بداية الاستعمار. العالم الباحث محمد بن علي بوزيان ينقب منذ أزيد من 30 سنة عن هذا التراث. مكتبته تزخر بنوادر الكتب عن تاريخ فيجيج والغرب الإسلامي. بدأت في تأسيس هذه المكتبة منذ مرحلة الطلاب في أواسط 1975، حتى صارت على هذا الشكل الذي فيه كل تقريبا أو جل الحقول المعرفية، بدءا بعلوم القرآن ويحتوي على تفاسير قديمة وحديثة، ويليه علوم الحديث أيضا فيها عدد من كتب الحديث والسيرة والمغازي إلى غير ذلك، وربما أهم كتاب في الحديث وهو كتاب جئت به من سلطنة عمان وهو كتابهم المعتمد في الحديث وعنوانه الجامع الصحيح المسند الإمام الرابيع بن حبيب الفراهيدي الأزدي، ويتألف من 3 أجزاء. أما بالنسبة للفقه وما إليه فهو يتفرع إلى عدة فروع في الفقه وأصوله والعقيدة، وكذلك لحقت به التصوف. نأتي بعد ذلك إلى حقل اللغة، وقد اعتنيت كثيرا بعلوم اللغة، ولهذا جمعت منها كتبا كثيرة جدا، وخاصة منها الأمهات القديمة. وكذلك بالنسبة لكتب الأدبية فهذا كتاب الأغاني وغيره من كيتمة الدهر وغير ذلك من الكتب القديمة خاصة، وكانت عنايتي بصفة خاصة بالكتب القديمة، ومن ذلك أيضا دواوين شعرية جلها من الشعر القديم. بعد ذلك نأتي إلى حقل آخر وهو كتب التاريخ والتراجم والفهارس والمسلسلات، وعندي منها الشيء الكثير باعتبار أنني أهتم بهذا الجانب، جانب التاريخ والفهارس والمسلسلات، كل هذا يتعلق بالتاريخ والتراجم. ثم الأدب العربي الحديث، الآن هذا قسم خاص بالأدب العربي الحديث. وما في الجناح الآخر هو طبعا هناك إبداعات ثرية في مقابل دواوين الشعر، قصص وروايات ومسرحيات، وعندي أيضا منها شيء الكثير سواء منها ما هو عربي أو ما هو مترجم. أضف إلى ذلك دراسات إسلامية متنوعة. بعد ذلك نأتي إلى هذه الرفوف اللي هي مليئة ببعض المجلات الشهيرة، وقد كنت مغرما بشراء المجلات منذ 70 من القرن الماضي، وتكون عندي منها شيء الكثير. كما فهذه الرفوف كلها عبارة عن مجلات متنوعة جدا جلها في الإسلام وفي الأدب العربي. الأستاذ محمد بن علي بوزيان من مواليد سنة 1954 بالقنادسة، ترعرع في أحضان واحة فيجيج، حفظ القرآن الكريم في مساجدها، انتقل إلى وجدة حيث التحق بجامعتها، عمل أستاذاً ثم عضواً بالمجلس العلمي المحلي لبوعرفة وفيجيج. اهتم مبكراً بتراث فيجيج العلمي والثقافي،
أصدر العديد من المؤلفات. تميز في الحقل الديني بخطبه ودروسه في الوعظ والإرشاد. أستاذنا الفاضل محمد بوزيان بن علي جمعتنا به علاقة في العمل جميعا في تشكيلة المجلس العلمي المحلي لإقليم في جيج، وهو فضلا عن تميزه في المجال الثقافي والبحث العلمي فقد تميز كذلك في المجال الديني، ويتجلى ذلك في مشاركاته وفي أعماله داخل إطار المجلس العلمي، حيث كان يلقي محاضرات ويشارك وينشط ندوات عديدة في مجال مختلف في مجالات مختلفة، وكذلك يؤدي وظيفته الدينية في المجلس العلمي بامتياز، ويتجلى ذلك في دروسه في الوعظ والإرشاد وفي الخطابة، وخاصة في خطب العيدين، حيث يتطرق ويتناول في خطبه في العيدين المسائل والموضوعات التي تهم المجتمع، فكان ناجحا إلى حد بعيد في هذا المجال الوظيفة الدينية. وكذلك كانت له، حيث أنه كما سبق أنه تميز في البحث العلمي، كانت له علاقات ومراسلات مع شخصيات بارزة وطنية، منها مثلا كانت له مراسلة مع سيدي الشيخ العالم العلامة سيدي عبد الله قنون رحمه الله، وكذلك الدكتور الباحث البارز سيدي عباس الجراري وغيره من الشخصيات البارزة. وأستاذنا الفاضل محمد بوزيان بن علي كذلك فهو يقرض الشعر، وله قصائد مهمة نشرت في الجرائد المحلية والوطنية، وقد تناول في ذلك مثلا رثاء والدته وشيخه السيد البشير أعزو رحمهم الله تعالى. ومما يعجبني في أخلاقه، حيث كانت العشرة في إطار تشكيلة المجلس العلمي، ما يعجبني في أخلاقه دقته في المواعيد وتدبيره للوقت. دخلت ميدان البحث العلمي منذ ربع قرن تقريبا بأول كتاب، وهو واحد في جيج، وهو من الكتب العزيزة عندي كثير، لأنه باكورة أعمالي أولا، ولأنني اكتشفت به واحد في جيج تاريخا ومجتمعا، وحتى في مجالي السياسي والأعراف والتصوف والأخلاق والجانب الفكري بصفة خاصة. وهذا الكتاب الأول يعتبر كمجموع فيه جميع ما يمكن أن نتحدث فيه عن هذه الواحة وكل جوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتجارية والفكرية والصوفية إلى آخره، وهذا ما يجعله من كتب الجامعة في هذا الميدان. ولكن أهم كتاب ربما هو كتاب في جيج، أعلام الفكر والأدب بين العصرين الماريني والعلوي، وهذا اكتشفت فيه عددا من أعلام في جيج بعد أن لم يكونوا معروفين إطلاقا، وخاصة منهم الإمام سيد عبد الجبار مؤسس الصرح الثقافي بفي جيج، وأبناءه الثلاثة إبراهيم وأحمد ومحمد، وغير ذلك من الأدباء والفقهاء والشعراء والمتصوفة الذين جمعت تراجمهم في هذا الكتاب الذي يصل إلى حوالي 400 صفحة. بعد ذلك توالى الكتب تتباعا، فهذا ديوان الفيجيجيين، وقد جمعت فيه كل ما وصلت إليه يدي من أشعار أهلي في جيج منذ القرن السادس الهجري مع أبي حامد الفيجيجي إلى نهاية القرن الثالث عشر الهجري، وهو أيضا من أهم الكتب لأنه جمع كل أشعار الفيجيجيين. أما هناك كتب أخرى وجلها طبعا يتحدث عن التراث في جيج وعن تاريخ في جيج، منها على سبيل المثال في جيج في عهد السعديين السياسة والثقافة والمجتمع، وهو أيضا من الكتب الذي حصل الحديث فيها في عهد السعديين كما يبدو من العنوان. بعد ذلك اتجه اهتمامي إلى جمع بعض ما وصلت إليه يدي من مخطوطات أهل فيجيج، فجمعتها في هذا الكتيب الصغير، وهو دليل مخطوطات الفيجيجيين، وهو من إصدارات المجلس العلمي المحلي.
أضيف إلى ذلك كتاب رائع وحقيقة وهو التوجه لبيت الله الحرام، وهو تحقيق لرحلة أبي العباس الهلالي السجل المسي المتوفى 1175، وهذه الرحلة غامسة بالمجهولة لا يعرفها أحد، وقد حصلت عليها عند أحد الإخوة الباحثين في الجزائر جزاه الله خيرا. بعد ذلك هناك مجموعة أخرى من الكتب، منها ما هو مشترك مع صديقي في البحث وهو الذي أسست معه سلسلة تراث في جيش الأستاذ العربي هلالي، وهو أيضا من أصدقاء الذي أبحث معه في تاريخ في جيش. أول كتاب في السلسلة وهو في جيج نصوص من التراث الفكري، وفي حققنا بعض المؤلفات الصغيرة كالرسائل التي ألفها بعض الفيجيين. أضف إلى ذلك كتاب نظام الأحباس بفي جيج في العصرين السعدي والعلوي، ثم تاريخ القضاء بفي جيج وهو أيضا من مؤلفاتنا وهو يحمل رقم 5 في سلسلة التراث، وآخر ما صدر لنا هذا الكتاب الذي يعتبر الآن من أحسن الكتب التي ألفت في بابها، وهو الحديث عن المدن في تحت الحماية الفرنسية، وتألف من جزئين بين 1912 و1927. إنتاجات تدشن لانطلاقة جديدة للكتابة التاريخية لفيجيج بمفهومها العلمي. فيجيج تحت الحماية، مؤلف يضيء جوانب هامة من تاريخ المنطقة. اعتمد المؤلف على مصادر غنية ومتنوعة من الوثائق والمخطوطات النادرة، يحتفظ بجزء منها في مكتبته، هي من أنفس ما يملك. في خزانة أيضا جناح صغير خاص بالمؤلفات المخطوطة لمؤلفين مغاربة ومن أهل فيج أيضا، منها على سبيل المثال كتاب نظم اللآلي الحسان لأبي القاسم بن محمد بن عبد الجبار الفيجيجي المتوفى عام 1011 هجرية، ومنها كذلك شرح دلائل الخيرات لأحمد السكوني رحمه الله، ومن المؤلفات التي نلت بها جائزة الحسن الثاني المخطوطات هنالك كتاب لابن عبد الكريم التميمي وعنوانه المستفاد في مناقب العباد، وبه نلت جائزة الحسن الثاني للمخطوطات. كذلك هناك برنامج أبي جعفر اللبلي رحمه الله، وهذا البرنامج نلت به كذلك جائزة أخرى، وذلك لأنه كتاب غير متوفر وكتاب كان إلى عهد قريب مفقود حتى حققته، وهذا هو أصله الذي كان عندي، ويرجع تاريخه إلى حياة المؤلف لأنه كتب سنة 678 هجرية. ومن الرسائل النادرة التي توفر عليه وهي رسالة تعريف بالمقري لأبي العباس المشاريسي، وهي من الكتب غير موجودة نهائيا إلا هذه النسخة. وهناك أيضا مجموعة أخرى من الوثائق، وهذه وثائق متعددة فيها ما هو يتعلق بالأدب بالشعر، ومنه ما يتعلق بالفقه مثلا. فهذه المجموعات من هذه الوثائق الشعرية، مثلا هنالك قصائد غميسة جدا مثل هذه القصيدة لمالك بن المرحل المرحل، وهي غير معروفة نهائيا، سماها نظم السيار في سيرة سيدي البشر، وفيها تقريبا 140 بيت. على مستوى تحقيق النصوص ديال التراث نتاع فيجيج او التاليف ديال الكتب اللي كتخص التاريخ ديال فيجيج والتاريخ ديال المنطقة، تبين بان محمد بن علي استطاع ان يوظف هذه الوثائق وأن يوظف هذه المخطوطات والإدلاء بالحجاج وبالأدلة، وذلك بأسلوب رصين ولغة عربية سليمة، وعلى الخصوص كان دائما يعتمد الإدلاء بالحجاج، وبالتالي يعود حتى التلاميذ الذين كان يتعامل معهم أو أحيانا بعض الأساتذة الباحثين المهتمين في توجيههم وإرشادهم باستعمال دائما الحجة. فيمكن أن نقول بأنه حسب السؤال الذي تفضلتم به بأنه بالفعل فيجي كانت مغمورة، ولكن بفضل هذه المجهودات وبفضل الدعم والمساعدة التي تلقاها من طرف مجموعة من العائلات التي كانت يمكن أن نقول تختزن هذه المخطوطات، استطاع أن يقنعها وأن يكسب أو أن تكسب ثقتها، وبالتالي منحت له هذه المخطوطات، فاستطاع بالتوالي أن يؤلف هذه المجموعة من الكتب. ويمكن القول بأن بفضل هذه المجهودات التي قام بها الأستاذ محمد بوزيان بن علي، بعض الرحلات أو بعض المخطوطات كانت في أضابير وكانت في أخبار بعض المؤلفات،
وكانت في تعداد الضائعات أو يمكن أن نقول المفقودات، ولكن بفضل هذا المجهود استطاع محمد بن علي أن يبين الحقائق والرقائق لأبي عبد الله المقري أو المقاري، ثم كذلك برنامج أبي جعفر اللبلي، وكذلك رحلة أبي العباس الهلالي السجل الماسي. وهذه المخطوطات أو هذه الوثائق التي تم العثور عليها ساهمت في إغناء المكتبة ليس فقط المغربية وإنما المكتبة العربية. القانون الداخلي لقصر المعيز أول ما تلمحه العين من أنذر الوثائق وأقدمها، وضع في إطار زجاجي خاص حتى لا يتعرض لمزيد من الاندثار. كان هذا القانون بمثابة النظام الأساسي للقصر، يتضمن بنودا تخول جماعة القصر وهي أعلى هيئة، سلطات التشريع والتنفيذ باستثناء القضاء فيتولاه قضاة معينون من السلطان. وهذا نموذج مثلا من القانون العرفي ديال قصر المعيز، ويعود تاريخه إلى سنة 1293 هجرية، وفي عدة بنود وهي التي تحصل لنا العلاقات والمعاملات وكل ما يتعلق بالتسيير الداخلي لهذا القصر، وفيه ما يتطابق مع الشريعة وفيه بعض البنود التي لا تتطابق مع الشريعة على غرار ما نعرفه في ألواح جزولة ولا ألواح سوس مثلا، وهي كلها تنتمي المناطق العرفية وللإشارة، فكل قصور كان عندها هذه القوانين العرفية وتعود إلى مئات السنين قديم، ولكن لا يتوفر منها حاليا إلا عدة نماذج في قصر المعيز والوداغر وقصر زناقة كذلك. فيجيج أو بحر النخيل كما كان يحلو للعالم علال الفاسي أن يصفها، ما تزال تنغلق على عدد وافر من المخطوطات والوثائق تنتظر من يفرج عنها للاستفادة منها والإفادة بها. موقعها على خطوط التماس جعلها تبتكر فقها خاصا بالمقاومة لحشد الهمم وصد كل المحاولات الرامية إلى ابتلاعها أو إذلال أهلها. ذاكرة علمية غنية وهوية تاريخية عريقة تحتاج إلى مبادرات جادة شبيهة بمبادرة العالم الباحث الأستاذ محمد بن علي بوزيان.